جولة سريعة جدا في أهم الأخبار. والمستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات قال إنه لم يتقدم أحد للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بنهاية اليوم الثامن لفتح باب الترشح، أما عدد التوكيلات فتجاوز 1,100,000 توكيل. وكمان قال إنه تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية، ليصبح مجموع المنظمات اللي تمت الموافقة عليها 44 منظمة محلية وأربع منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وكمان المجلس القومي للمرأة.